طيب، خبر حزين لينا كلنا لسه عارفينه مفيش من دقايق، ومعانا بقى لاعب والموهبه المهمه اللي موجوده في الدوري المصري عشان ياكد لنا الخبر ويقول لنا ايه اللي حصل بالظبط وايه ملابسات هذا الخبر. مهاجم نادي الزمالك والمعار لفريق طنطا، واحد من المواهب الواعده في الدوري المصري، مصطفى محمد. مصطفى، مساء الفل عليك. الله يمزحك، اخبار ايه؟ كله تمام؟ كله تمام الحمد لله. ايه طمنا، قول لنا ايه الاخبار اللي احنا سمعناها دي، ومشكله في الرباط الصليبي واصابه، قول لنا ايه الاخبار. لا امبارح رحت عند دكتور حجاز، قال لي جزع جزع وجزع في الصليب وفي الخارجي. بعد كده رحت النهارده للدكتور احمد عبد العزيز، قال لي قطع في الخارجي وقال لي قطع جزء في الصليبي. ده عملت اشاعه ولا ما عملتش اشاعه؟ ايوه عملت اشاعه. عملت اشاعه. طب و رحت للدكتور، اتفضل. بعد كده رحت للدكتور ابو العيله بتاع المنتخب، فقال لي نفس الكلام، قطع في الخارجي وقطع جزء في الصليبي، وقال لي الصليبي ممكن يكون لما نيجي نحط البنج وكده ونخش ونبص بالمنظار ممكن ما يبقاش محتاج عمليه في الصليبي، هو خارجي بس. فقال لي الصليبي مش متاكدين منه، هنتاكد منه في العمليه. يعني انت هتعمل عملية؟ امتى بقى؟ المفروض لسه هنحجز، ممكن الخميس الجاي. الخميس الجاي بإذن الله. المفروض مدة الغياب الدكاترة قالوا عليها هتقدر بقد ايه بإذن الله يا مصطفى؟ من شهرين ونص لثلاث شهور. شهرين ونص لثلاث شهور. لو ده الخارجي بس، الصليبي اللي هو العادي. لا، بإذن الله تعمل العملية وتقوم بألف سلامة مصطفى. زي ما أنا كنت لسه بقول، أنت واحد من المواهب الواعدة في الدوري المصري، واحد من المهاجمين الجامدين، ولا يهمك، وبإذن أنت لسه صغير، تقوم بألف سلامة يا رب، تعمل العملية وتقوم بألف سلامة، وتعوض أي وقت فاتك بإذن الله مصطفى في اللي جاي بإذن الله. إن شاء الله. وألف سلامة عليك يا حبيبي. الله يسلمك. اوحش حاجه طبعا لاي لعيب كوره هي الاصابه، لكن زي ما كنت لسه بقول لمصطفى وهو صغير وقدامه العمر باذن الله يكسر الدنيا ويحقق كل احلامه، واحد من المهاجمين الكويسين والجامدين جدا في الدوري المصري، موهبه واعده، ربنا يحميه ويقوم بالف سلامه يا رب، يعمل عمليه ويقوم بالف خير ويقوم منها بالسلامه باذن الله.